ثم أما بعد أيها المسلمون، فمن أهم العبادات الربانية التي إذا تخلق بها العبد كان من الربانيين الذين وصفهم الله جل وعلا في القرآن العظيم بقوله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من أهم هذه الصفات التعبدية ومن أهم هذه التخلقات الربانية أن يكون العبد ممارسا لعبادة الصمت. وقد يستغرب بعض من قرأ أحاديث أخرى في إنكار ذلك هذا المعنى، أيكون الصمت عبادة؟ نعم يكون عبادة. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نوعين معينين من الصمت المتعلق بنوعين من الطقوس التعبدية مما ورد في شريعة من قبلنا ولم يعود شرعا لنا. مثلا كانت النصارى في شريعتها إذا صامت، أي إذا صاموا لله صوم فرض أو نفلين، قطعوا الكلام أو انقطعوا عن الكلام، فكما يصومون عن الطعام والشراب والزواج يصومون كذلك عن الكلام. ولذلك ورد في قول الله جل وعلا حكاية عن مريم العذراء: إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. وهذا طبعا معنى منسوخ في شريعتنا، لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يصوم عن الطعام والشراب، يعني أن يصوم بالمعنى الاصطلاحي، يصوم الفريضة من رمضان أو النافلة من النوافل المعروفة المشهورة، وكذلك أنهم اللي يصوم هذا الصيام انقطع الكلام، لا، هذا ابتداع في الدين وعمل منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صام ونظر أن لا يستظل أن يستظل، وأمر الصحابة الساكت عن الكلام أن ينطق. بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صام صيام تطوع، نظر واحد صوم وجاء في نظره أنه لا يستظل، يعني يصوم يبقى مصمر في الشمس النهار كامل وفي الشمس، فانتهره النبي عن ذلك وأمره بأن يتم صومه، يعني الصوم يكمله ولكن يمشي الضل. لأن العبادة في الإسلام لا يجوز، لا يجوز أن تقوم على تعذيب الجسد، هذه من العبادة الوثنية من البوذية وغيرها، ما عندناش في الدين ديالنا تعذيب الجسد، وإنما الإنسان إذا صام أو عبد الله بأي صيغة من العبادات ينبغي أن يكون قلبه متوجها لاستدرار الرضا من الرحمن. أما حيث تكون المشقة على البدن فإن الله جل وعلا ينزل الرخصة، ولذلك قال في العقيدة اللي هي أصل الدين: إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وحكم الفقهاء على الذي جاع في مخمصة ولم يأكل بأنه انتحر، يعني الإنسان لا قدر الله عافانا الله وإياكم الإنسان جلس بالجوع جوع خطير يؤدي به إلى الهلاك، وعنده مطعوم من الحرام وما كلاه شيء حرم عليه، خصو يأكل لإنقاذ نفسه، وهذا هو الرفق والرحمة التي تميز به الإسلام. لكن الصمت كعبادة كاين، إنما ماشي بهذا المعنى اللي كنت ذكر عليه الآن، هذه عبادة متروكة منسوخة. أما الصمت المقصود بالتشريع وهو الصمت عن الشر، وهو المنطوق به في الحديث النبوي الشريف: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويكون الترك عبادة من العبادات، وهذا شيء عجيب جدا، ونعطي السياق دياله: فعل الخير عمل مأجور عليه، وترك الشر عمل مأجور عليه. يجب أن نفهم هذا، من اللي كدير الخير عندك الأجر، ومن اللي ترك الشر تبعد من الشر عندك الأجر، لكن متى؟ حيث ينبني على قصدين تمك تركب عليه الأجر، أي أن الشر يعرض عليك، يتعرض عليك مثلا خمر أو فساد أو نميمة أو زور أو قول بهتان، يتعرض عليك باش تقوله أو أن تفعله، ثم تمتنع وتلوذ بالصمت، هذا الفعل منك عبادة مأجورة، فصار الترك فعلا من الأفعال مأجورا عليه. الإسلام ما كيعطيش الأجر فقط على الأعمال، لا، نعم على الأعمال، ولكن أيضا على التروك، وهذا معنى خفي من أسرار مقاصد الشريعة ومن لطائف الإسلام، أنك يعطيك رب العالمين الأجر على اللي درتها، ويعطيك أيضا الأجر على اللي ما درتهاش إذا كنت تنوي بتركك إياها عبادة الله جل وعلا.
ولذلك يكون الصمت والإنفاك عن الشر حيث يعرض عليك. من ذلك يتعرض عليك إيه باش يمكن تسمى أنك تركت الشر، حيث يعرض عليك الشر وتتركه، يعرض عليك قول الزور شهادة وتمتنع بصمت. هذا النوع من الترك ومن ضروبه الصمت عبادة مأجورة مؤصلة تأصيلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك العبد يعبد الله جل وعلا في أحيان كثيرة بالصمت، حينما تكثر الأقوال من أقوال الزور والإشاعات والخرافات والأباطيل، إذا لاذ العبد آنئذ إلى الصمت وترك نقل ذلك فهو عابد لله جل وعلا. ولهذا كان الإسلام بهذا المنهج يربي القلوب ويربطها بالألسنة في عجيب جدا، بحيث إن القرآن وكذلك السنة الإسلام عموما أعطى للسان مكانة عظيمة جدا في الخير وفي الشر سواء. وقد علم كما هو واضح جلي أن العبد إذا نطق بكلمة كانت من سخط الله هوى بها في نار جهنم 70 خريفا، كما في الحديث الصحيح المروي بسند متصل صحيح مليح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قال: إن العبد لينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. الإنسان يقول كلمة من سخط الله، ولكن هو ما ردلاش البال، ماشي معنت ما ردلاش البال يعني سهوا، لا، الله جل وعلا رفع عنا الخطأ أو السهو، ما كيعاقبناش رب العالمين على الخطأ والسهو، ولكن معنى قوله لا يلقي لها بالا كيقول يعني هذه خفيفة، كما في قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يتهم الإنسان إنسان بالزنا في أمه أو أبيه، بنادم يقول هذه كلمة زيد نقص ماشي مشكل، والله جل وعلا رتب عليها 80 جلدة عقوبة في الدنيا وحسابه عند الله في الآخرة. أنا إذن لأنك تلفظ بكلمة في حق عرضين مسلمين، أعراض المسلمين محرمة، سموم يأكلها الإنسان حينما يريد لنفسه الهلاك يقينا، ولو أنه ظن أن ذلك خفيف أو هين أو لا أثر له، ما دام أنه يعي أنه يقول منكر يكفي أنه يعرف بأن ذلك الشيء اللي يقوله مش معقول، أما أن تظن أنها خفيفة فهذا منطوق الحديث عينه: إن العبد لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يجيب له باله خفيفة تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يحذر من خطورة اللسان، وفي هذا قال أيضا في الحديث الصحيح المعلوم، والأحاديث بالمناسبة في قضية اللسان وحفظ اللسان متواترة، يعني كتشكل ترسانة من الأحاديث المتضافرة القوية الصحيحة التي تجعل العبد يقوم بإنتاج عبادة لسانية تركا وصمتا، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، وفي رواية: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان ليس سهلا، بل ألف فيه العلماء كتب من أهل التربية من الربانيين والصالحين المصلحين عبر التاريخ، كتب في حفظ اللسان وفي الصمت على أنها عبادة من العبادات، فلا ينبغي أن نخلط بين هذا وبين المبتدعات من الصمت، ذلك شأن آخر. أما أن الصمت عند الشر وعند الفتنة عبادة فهذا مقطوع به متواتر. وشيء عجيب أن الله جل وعلا سجل لنا حدثا من أغرب الأحداث في القرآن العظيم. مرة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا إلى قبيلة من القبائل اسمه ابن أبي معيط، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أرسله ليجبي زكاة أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام صفت واحد الصحابي يجيب له الزكاة ديال واحد القبيلة بعيدة في طرف من أطراف الجزيرة العربية، وكان بينه وبين تلك القبيلة تلاحن في الجاهلية، يعني هو هذاك الصحابي بينه وبين ديك القبيلة حساب ولكن قديم في الجاهلية قبل ما يسلم هو ولا يسلمهما، بينهم دامون فيتقتل لهم شي حاجة والإسلام يجب ما قبله، فهو غادي والشيطان كي يوسوس له عندك تمشي
توصل عندهم ويتفكروا الثأر القديم ويقتلوك. فلما وصل خبره القبيلة أنه قادم خرجوا إليه مستعرضين فرحا، يعني قالوا راه النبي عليه الصلاة والسلام وصل الخبر ديالو للقبيلة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل رسولا إليهم يجبي زكاة أموالهم، هما نظموا رؤوسهم وجمعوا الزكاة ديالهم وجاو خرجوا لبرا كيستعرضوا الفرح، فرحانين برسول رسول الله. فلما رأى ذلك المشهد قال هذا الشيء اللي توقعت، ها هم أولئك جهزوا أنفسهم لقتالي وقتلي، وفر راجعا هرب، فرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن القوم قد ارتدوا عن الإسلام. فاخترع الشيء الواقع شيء، والتأويل الذي قام به هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه إن غلط شيء آخر بسبب الوسواسة التي وقعت في دماغه والقراءة المنحرفة للحدث. قرأ الحدث عوجه إنهم ارتدوا عن الإسلام وقد خرجوا يقاتل.